تعني ذاك الموسيقى؟ الموسيقى بشكل عام حلوة، تروق النفس، تهدي العبال يعني، تسمع أوقات معينة طبعاً مو كل الأوقات. بشكل عام نفسياً بتريح يعني. الصبح أهم شيء الصبح راح يسمع يعني مشان يكمل نهاره بشكل حلو يعني. حسب أي وقت، إذا كنت معصب هي رواق يعني، حسب موسيقى هادية تروقني، وإذا كنت مبسوط كمان موسيقى صاخبة هيك ضجة ما ضجة تفرحني أكثر، بتزيد فرح أكثر. الموسيقى رائعة كثير وبأي وقت بحب أسمعها، تريح الأعصاب، بس طبعا ما تكون مثل الموسيقى هالأيام. شعور ثاني حلو كثير. بحب الموسيقى القديمة الغربية أكثر شيء لفيفالدي فصول أربعة. خلفية بتريح، صحيح ما بتشعر بوجودها بس بتحس انك مرتاح بدون سبب. الموسيقى عند الصبح كتير حلو، خصوصا فيروز، يعني ما فيني اذا ما سمعت فيروز ما بنبسط يعني، بحس صباحي ما نو حلو. الصبح خصيصا يعني بحطوها بعد الظهر، بس ما كتير فيني اسمعها، بحبها الصبح، وباقي يعني حسب بعد الظهر موسيقى هادئة. موسيقى يعني لغة العالم وفيها كل شيء حلو. شيء حلو كتير، شيء بيريح الأعصاب بفترة الصبح بفترة الظهر، كل فترة إلى شيء خاص فيها. موسيقى لغة الحياة. الموسيقى صايرة إنه غذاء الروح وهيك، إنه تسمع عليها وقت ما يكون الواحد مالل وبأوقات الفراغ. يعني ما فيك تفيق الصبح بلا ما تسمع فيروز. في شيء لازم يدخل على الروح كل يوم الصبح بيريحك، بذكرك بأشياء بتحبها، يمكن بيهديك وقت تكون متضايق. لازم قبل ما تنام تسمع موسيقى. الموسيقى حياتي، عشقي، حبي الأزلي. بتحب تسمعها بشكل دائم؟ يوميا. أنا على كتر ما بحب الموسيقى درست بالجامعة موسيقى. شو شعورك وانت عم تسمعها؟ الروح بدها غذاء مثل ما الجسد بده غذاء، هيك بتعبر شيء من غذاء الروح الموسيقى.